معرض الأمن الإلكتروني، معرض يقام للمرة الثالثة على التوالي منذ انطلاقته قبل سنتين. طبعا هذا المعرض جاء من ناحية من خلال اهتمام الزوار من أمن الإلكتروني في معرض جايتكس. من خلال معرض جايتكس انتبهنا أن كثير من الزوار حابينهم يعرفون أكثر عن الأمن الإلكتروني، كيفية التصدي للهجمات الإلكترونية، عن الشبكات الإلكترونية. فقررنا احنا نسوي، ليش ما نسوي معرض مختص بالامن الالكتروني يصاحب هذا المعرض كونفرنس، عشان تطرح فيها هاي المشاكل، تطرح فيه الحلول، تطرح فيها ليتست تكنولوجي في السايبر سيكيورتي. هاي الدورة الثالثة لجايسك، ونحن دل يعني بنفتخر انه نحن موجودين من اول دورة، فهي ثالث مرة منشارك بجايسك بدبي. اي شخص بيشتغل بتأمين المعلومات بالحلول الأمنية بالشركات الكبرى بالإمارات وخارج الإمارات عم يجي على جايسك. بخلال 3 أيام بيقدر يتعرف على كل الشركات المعروفة والمهمة اللي بتحدد كيف منأمن معلوماتنا وكيف منجرب نحمي ضد المجرمين الإلكترونية. احنا مشاركتنا في معرض جايسك 2015 لتجربة الدخول إلى سوق الإمارات ومحاولة عرض منتجاتنا اللي احنا طورناها عندنا في الشركة، اللي هي اسمها Link to SMS Messaging Solution. في المملكة العربية السعودية 70% من البنوك تستخدم نظامنا لعملية Two Factor Authentication، اللي هي تأكد من هوية صاحب الأكاونت في البنك عند دخول أونلاين للحسابات. فصراحة 70% من السوق السعودي شيء كبير ونفخر فيه الحمد لله.